توفي اليوم السبت لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم اللاعب أحمد رفعت عن عمر يناهز 30 سنة، وذكر نادي مودرن سبورت المصري إن لاعب فريقه الأول توفي إثر تدهور حاد في حالته الصحية عقب إصابته بأزمة قلبية قبل حوالي 4 شهور، حيث كان عانى اللاعب أحمد رفعت في شهر مارس الماضي من توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة قبل أن ينجح الأطباء في إنقاذه وإعادته للحياة مرة أخرى. وكان تعرض أحمد رفعت للسقوط خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام نادي الاتحاد بمدينة الإسكندرية، نقل على إثرها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وانتشر وقتها إن سبب سقوط اللاعب هو تناوله لمنشطات وأدوية لحرق الدهون، وده اللي نفاه الطبيب المعالج والمتابع لحالته. وكان كشف مدير مركز القلب الرياضي وأحد الأطباء المشرفين على علاج اللاعب أحمد رفعت كواليس آخر يوم قبل وفاته، وقال من خلال تصريحات لي إن أحمد رفعت ذهب لمشاهدة مباراة فرنسا والبرتغال وكانت حالته الصحية جيدة وفي تحسن، حتى إنه كان هيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل. وأوضح مدير مركز القلب الرياضي إن أحمد رفعت بعد ما انتهى من مشاهدة المباراة عاد لمنزله وجلس مع والدته بصورة عادية وطلب منها إنه يتناول بعض من الفاكهة، وكانت حالته الصحية جيدة للغاية. وأشار إلى أن ما حدث لقلب أحمد رفعت هو التوقف تماماً، الشيء اللي أدى لوفاته السريعة. وأتم الطبيب المشرف على علاج رفعت تصريحاته بقوله هذا قضاء الله وقدره، لأن جهاز صدمات القلب لم يكن اللاعب في حاجة إلى استخدامه، لأن ضربات القلب كانت وصلت إلى مراحلها الطبيعية.